مرحبا لكل متابعين كرفان. اليوم معنا ضيفة جدا مميزة وأكيد كل اللي بيتابعوها على الانستغرام بحبوها، وهي سارة إزعيتر، صاحبة بيج بلوجر ونبي اللي دائما بتنزل فيديوز بيضحكوا وكتير عفويين ومن واقعنا الاجتماعي، وكلنا أكيد بنحبها وأنا شخصيا كتير كتير بحبها وبستناها لتنزل فيديو كل يوم. كيفك سارة؟ منيحة. شو أخبارك؟ الحمد لله، نورتينا أول إشي بالأردن. مرسي بوجودكم. وشو الحلاوة هاي؟ كثير تقيلة أنا على التي في، ما علي بس ليه؟ لا عادي. أول سؤال بدي أسألك يا سارة، كيف طلعت معك فكرة بلوجر ونبي؟ كنت بدبي، هو بلوجر ونبي هو سارة زعيتر شخصيا، فكنت بدبي ما عم بعمل شيء، فببعت كان وقتها أيام العالم عن جد ما وقف فيهم يشوفوا بلوجرز، عايشين بس على البلوجرز بس ما وقف فيهم يشوفون، فبقوم بقلدهم ببعت فيديو لرفقاتي على لبنان بيقولوا لي بليز سارة افتحي هالبيج، فتحتها وما توقعت بحياتي انجح ونجحت الحمد لله. هلا الحلو بساره وبالبيج تاعتها انه عملت شعبيه بكل الوطن العربي بفتره كثير قصيره، بس اكثر شيء عن جد بالاردن. بالاردن اكثر شيء ما توقعت. نحن اصلا كثير بنحب الشعبيه كله من ورا هيدي البيج عمان ستريت فاشن. اها، لانه هي كانت اول وحده عم تعمل لي ريبوست لماي فيديوز فانتشرت. بلا طيب احكي لنا، هلا نحن كثير بنشوف بالفيديوز اللي بتطلعيهم انه اصحابك معك بيكونوا وافراد عائلتك بيشجعوكي، او مثلا انه لا ما بدنا نصور معك ولا انت بدك تروحي؟ لا كثير بيشجعوني انه انا اروح صور لحالي، بس بكرهوا يطلعوا معي، بس انه بجبرهم. طب وبتاخذي وقت بالفكره بدك تطلعي فيها؟ كثير بتعب ليك الافكار النكت، بس نكت لا بيطلعوا بوجهي، يعني انا وقاعده معك انت بتعمل شيء بتعلق براسي برجع بقلدها ثاني يوم، لانه كل يوم بيصير مليون الف شغله، بس افكار الشغل انا مثل ما بتعرف انا بشتغل وبحب العالم يعرفوا انه انا بشتغل على اي كاميرا بتطلع علي، فبشتغل من ورا بلوجر ونبي. كثير بتعب لا اطلع بافكار، لانه بكون بدي اعمل دعايه بطريقه بتضحك، فاي بتعب. طب بدي اسال سؤال، هلا بما انك انت بتعملي مصاري من الـ من الـ من الانستغرام واكيد كلاينتس بيحكوا معك عشان تعملي لهم دعايه، هل الكلاينت بتدخل بطريقه الفكره اللي رح توصليها للناس ولا خلاص بتركك على حبيبتك؟ كثير امرار التغى شغل لانه الكلاينت بيكون بده شيء هو بده اياه وانا ما بقبل اعمله، لانه بيكون كتير دايركت وحامل البرودوي وبس عم بعرضه يعني. طيب سارة حكينا قبل ما تطلع بفكرة بلوجر ونبي، ايش كنت تشتغلي قبل؟ قبل كنت اشتغل مع خيي بدبي، عنده شركة تليفونات كنت اشتغل معه، باشتغلت معه شهرين رجعت تركت، وعلى اساس عم فتش على شغل رجعت فتت ريل استيت شهر تركت، وهيدا لانه كان كله يسألني انت شو بتحبي تعملي؟ اوكي. وما بحياتي كان عندي جواب لشو بحب اعمل، ما بعرف شو بحب اعمل، ما بدي اعمل شيء، ما بعرف شو بحب اعمل. فاخر شيء لما من بعد ما عملت بلوجر ونبي بدي انصح كل انسان عن جد، لانه انا انسان كثير بحب يتساءل ويمزح وهيدا، فتخيل انه رزقتي اليوم صارت من وراء السؤال. فحلو واحد عن جد يعرف شو بيحب يعمل بحياته. حلو. طب اكيد يعني نحن لاحظنا على ساره انه هي شخص كثير خجول، فسارة بدنا نسألك، لما حدا يشوفك بالشارع بأي بلد عربي، ببيروت بعمان، لما تروح على دبي كيف تتصرفي معهم؟ بتكوني هيك على طبيعتك ولا بتخجلي وبتستحي؟ لا ليكي، هن العالم اللي ما بيعرفوني بيتوقعوا انه حتطلع لهم بلوجر وانا بي مثلا عم بعمل كلون قدامهم وعم ضحكهم. هلا انا اذا قعدت معك 2-3 مينتس ايه في يصير اخذ وجه عليك ونكت معك واضحك معك، بس اول ما اشوف انسان لاول مره عم يجي يقول لي ساره كثير بحبك وهيدا كثير بستحي، ومشكلتي لما استحي كثير بعبس. فلما اعبس ما بعرف اذا لهلا ما سمعت ولا شيء يعني، بس ما بعرف اذا في عالم بيفكروني لقيمه او شيء، بس انه كثير بستحي وهي مشكله عندي من انا وصغيره. ساره احكي لنا كيف تغيرت حياتك قبل وبعد بلوجر ونبي؟ ليك صار في موتيفيشن شوي بحياتي، صار في شيء بفكر بدي اعمله، يعني عم بقول لك انا كنت انسانه كثير بارده بارده بارده، ما بتعمل شيء بحياتها بس عم تفكر انه شو بتحب تعمل. ف لا صرت في الصبح بقرا ايميلات، عم بتعلم، فتت مدرسه من اول وجديد، برد على الايميلات، بحكي تليفونات، بروح ميتينغز، كان عندي عقده اعمل ميتينغ، سبب من الاسباب ليه انا ما اشتغلت بحياتي لانه كنت خاف روح اعمل انترفيو، كان عندي فوبيا فوبيا فوبيا. فهلا لك وين قاعده معك؟ قاعده معي ومنورتينا بشاشه كرفان. ثانك يو كثير ساره لك، نورتينا you. وكل حدا بحب يشوف ساره بتقدروا تشوفوها بالبوب اب شوب اللي رح يصير بالعبده لإيمول من تنظيم عمان ستريت فاشن، فبتقدروا تشوفوها وتكون موجوده وتتصور معها وتشوفوها اذا خجوله ولا لا.
نحن كثير مبسوطين اليوم معك سارة، ونتمنى تزورينا كمان بالأردن تكون أطول زيارتك إن شاء الله. ثانك يو لك. ثانك يو.